خلاص تمام ورا لا خلينا نوصل
ترجمة
بسم الله الرحمن الرحيم. وطني لو غلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي. مساء الوطن الجميل، مساء رائعات المجد المحلقة. امتنان كبير لصرح المكتبة الوطنية ومديرها طوفة الدكتور نضال العياصرة للرعاية الكريمة والاستضافة لهذه الفعالية التي جمعت بين الفن التشكيلي والشعر بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. فعالية مشتركة بين مهرجان لون كلمة نغى السياحي بإدارة الأديب فادي شاهين وجمعية ديوان أهالي جمع برئاسة المحامي الأستاذ أشرف البداد، ولا ننسى مشرفة الفن التشكيلي صديقة هيام الخنون. لكل الحاضرين معنا كل المحبة والتقدير. قبل أن نبدأ الفعالية أود لو أدعو الدكتور نضال العياصرة إلى كلمة. تفضل. أشكر الأستاذ حنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على أفصح العرب وعلى آله وصحبه الذين انتهجوا منهج الأدب. حضور الأكارم، كل باسمه ولقبه وكنيته، اسمحوا لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في ذاكرة الوطن وضمير الأمة أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا المساء العبق بفوح عطركم في هذا الصرح الذي نعتز ونفتخر به، كيف لا وهو ذاكرة الآباء والأجداد وخلاصة الأدباء والمثقفين. وقد تغنى بهذا الصرح العديد من الشعراء، فهنا
اسمحوا لي أن أقتبس من قصيدة الشاعر عدنان السعودي في مقطع قصيدته عندما قال أو تغنى: صرح يحلق عاليا كالطائرة، يروي النفوس أصالة ومعاصرة، ويقوم في وسط البلاد كأنه علم يلف المجد عند الخاصرة. وأنا لست بشاعر، فالشعراء أربعة، ولكن شبيعة. أرحب بكم بطريقتي فأقول: عمرت بكم يا حاضرون الدار، وتجملت بسمائها الأقمار، الخير فيكم من عبود جدودكم، والصدق والإخلاص والإيثار. السيدات والسادة، اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من ساهم ويساهم في إنجاح هذه التعالية، في هذه الأمسية المباركة، فلهم مني كل المحبة والتقدير، ولكم جميعاً كل الشكر على حضور هذه الفعالية. فالقدس في عيوننا وفي عيون الهاشميين، ولن نتخلى عنها في يوم من الأيام. لا أريد أن أطيل، ولكن أتضرع إلى المولى عز وجل أن تعود فلسطين إلى أهلها وأحبتها، متمنياً أيضاً لهذا الوطن التقدم والازدهار في حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتور. اليوم فعالية شقائق النعمان. لن يأتي العنوان جداها، فقد ارتبطت هذه الزهرة بالعديد من الأساطير التي لها جذورها الراسخة في التراث والأدب العربي، وقد قيل أنها نبتت على قبر النعمان بن منذر أشهر ملوك الحيرة عندما داسته الفيلة، حيث رفض الخضوع لملك الفرس وتسليم نساء العرب، وكانت بعدها معركة ديقار. طبعا هناك أساطير عديدة، ولكنني مع هذه الأسطورة. كلمة لأستاذ أشرف البداد، رئيس جمعية ديوان أهالي جبل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يسعدنا في هذا اليوم أن نشارك ونساهم بما أقول عن الجهد المقل هنا نحن في الأردن كبلد للرباط على ثغور فلسطين وعلى ثغور القدس. وبهذه المناسبة، الكثير يعتبرها، الكثير من الناس يعتبرها مناسبة سعيدة، إلا أنها مناسبة تحمل الكثير من الماسة الفلسطينية، فقد ارتبطت بقرار التقسيم، وكان يوم التضامن مع القضية الفلسطينية بمثابة ترضية للشعوب العربية والشعوب والشعب الفلسطيني
بما اقترفه الاحتلال من تقسيم لفلسطين. نجتمع هنا اليوم لنستذكر هذه التواريخ، لنؤكد ولنصر على أن لنا هناك أرضا، ولنا هناك بيتا، ولنا هناك حجرا، ولنا هناك بيادر موجودة في الداخل لن نستغني عنها في يوم من الأيام. لا بد لنا أن نرجع، وليس أدل على ذلك مما حدث مؤخرا في دولة الشقيقة قطر واستضافة كأس العالم وما رأيناه من تضامن رائع وجميل مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية من كافة الشعوب العربية، والتي أثبتت وبكل كفاءة وجدارة بأنها شعوب تستحق الاحترام، شعوب ترنو إلى التحرير، شعوب لا تهادن ولا تجامل، شعوب لا تبيع ولا تتاجر في فلسطين. وكل الشكر لمن حضر، كل الشكر لكل الشعوب العربية، كل الشكر للمتواجدين هنا اليوم، كل الشكر لشعرائنا الأفاضل على هذه المشاركة اليوم. كما أود أن أخص المكتبة الوطنية وعلى رأسها دكتور العياصي على هذه الاستضافة وعلى هذا التكريم بأن قام برعاية هذا الجهد، والذي أيضا أعود وأكرر بأنه جهد المقل، والذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينال على إعجابكم وأن نكون عند حسن الظن إن شاء الله. وشكرا لكم جميعا على الحضور. أيضا كلمة لمدير مهرجان لو كلمة نغم الأديب فادي شاهين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادتي للنطق في كلمتي، لكن بداية أطلب من الجميع الوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين والأمة العربية والجيش العربي الأردني المستضعف. كما قلت لن أطيل في كلمتي، سأوجه كلمتي بالشكر الجزيل الثاني الكبير لسادم ذاكرة الوطن الدكتور نضال عياصرة، وكل الشكر لك عطوفتك، وكل الشكر لكادر المكتبة الوطنية على الجهود الكبيرة التي بذلوها لإنجاح هذه الفعالية، وشكر لك شخصيا لاهتمامك بشكل شخصي وتدخلك في بعض الأمور لإنجازها، وكل الشكر لك سيدي. شكرا للسيد أشرف البداب، شكرا للأديبة والروائية عنان المحروس لتنسيقها بعض الأمور، وللشعراء الأكارم، شكرا للجنة الفن التشكيلي المكونة برئاسة هيام خروف من سعاد القدسي وبردين الدغستاني، وإن شاء الله سنبقى على العهد دائما وأبدا في ظل القيادة الهاشمية الراشدة. شكرا. سأبدأ بدعوة الشعراء الأفاضل حسب ترتيب الحروف الأبجدية لأسمائهم، مع كل التقدير للقامات المتواجدة معنا هذا المساء. هي شاعرة وقاصة وفنانة تشكيلية، وقد ذكرتني منذ أعوام كثيرة مضت قلت عنها فراشة. نعم. عضو اتحاد الكتاب والأدباء العرب وعضو لجنة الشعر في رابطة الكتاب الأردنيين، عضو في جمعية ألوان للفن التشكيلي، ولها العديد من الإصدارات سأذكر منها في كبكها حناء الشمس مع الشاعرة والفنانة التشكيلية ردينا آسيا. الضيوف الكرام الذين أكرمونا بحضورهم المهي، مساء الوطن الذي يجمعنا فلا يفرقنا، كل الشكر لنائبة المكتبة الوطنية المتمثلة بالدكتور نضال العياصرة على هذه الاستضافة الطيبة، وكل الشكر للأستاذ فادي شاهين
على الدعوة الكريمة، وكذلك كل الشكر لديوان أهالي قرية جبع التي لها تاريخ نضالي حار وطيس منذ فترة الانتداب البريطاني حتى وقتنا الحالي. تلك القرية التي قدمت على ما يفوق المئات الأسرى وما يفوق 50 شهيدا، رحم الله شهداء قرية جبع كامل على ورفيق غنام وكل شهداء فلسطين الأبرار. بداية تصحيحاً لبعض المفاهيم المتعلقة بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، فإن العربي والمسلم لا يتضامن مع القضية الفلسطينية لأنها قضيته الأولى، بل هو يجب أن يحارب من أجلها ويموت من أجلها. أما التضامن فيكون لغير العرب والمسلمين، وكما يقول اللاذق إبراهيم مصرندم، نحن لا نقف مع فلسطين لأننا فلسطينيون أو عرب، بل لأنها امتحان يومي لضمير العالم. مليون حالة اعتقال ومئة ألف شهيد وما يزيد هي تضحية الشعب الفلسطيني. نعم، إن فلسطين تحب أن تضم أبنائها. خيولنا من جموع الحق قد نشبت، ساح الوغى عاديات ما لها حول، فنحن قوم إذا ما الحزن هيجنا، ثبنا دموع عن بطين الأرض نكتحل. وذاك ليل إذا ما جال بيدرنا ظلما، أتتنا شموسا من دجى مقل، وإن مشينا ذنوب الموت تألفنا أسدا ونبقى، وهذا الغي يرتحل، ونحن قوم إذا ما حل مغتصب، كنا دماء بسيف العز نغتسل. قصيدتي الأولى يا عير العلوبة. يقول أحد قادة العدو الصهيوني إن قوة إسرائيل لا تكمن في القنبلة النووية، بل تكمن في القضاء على ثلاث جيوش: الجيش المصري والجيش العراقي والسوري. هذه القصيدة لمن آمن بما يسمى بالربيع العربي فكان خليفا. أقول مش أذان؟ صوت تليفون معناته هذا. خلي كمان. رجاء التليفونات على الصامت. رجاء. قصيدة يا عير العلوبة أقول فيها، وهي مشاعر تفعيلة، أقول: أيا عير العلوبة في بلادي، أيا عير العلوبة في بلادي مساء الظل والشقوة، أي عير العروبة في بلاد مساء الذل والشقوة، وتبكي أرضنا النخوة، فإسرائيل قابعة تنازعنا بلا سطوة. بنو صهيون قبلتنا ووجهتنا، وأمريكا تضاجعنا كمومسة فتحلو عندها السكر وتبكي حينها الأقلة، وتخنقنا حبال الفرقة الحمقى، فلا حد يباعدنا، ولا حقد يقاربنا، ولا عز يودعنا، وكبش الجهل ينطحنا، تفرقنا مذاهبنا إلى ملل لتفتيننا وتفتينا بذبح النعجة الأخرى. أي عير العروبة في بلادي، نبئوني عن تلال القمح في حوران إذ كانت، وعن نفطي وعن مصر وعن ليبيا والبنانة، أهذا الجرح في بغداد ما زلنا نملحه، أهذا الجرح في بغداد ما زلنا نملحه، ألحن الشام ما زلنا نقطعه وننهشه، فتباً حين ندعو إلى شرف يسمى القبلة الأولى لنرثيكم معاهيكم. عدد النازحين الفلسطينيين وصل إلى 7 ملايين نازح، وهذا يعني أن 67% من الشعب الفلسطيني خارج وطنه، وهذه تسمى أكبر نسبة لجوء في العالم، وهي أبشع جريمة. قصيدة المنفى أقول فيها، وهي كذلك من شعر التفعيلة،
أناظر وجه أطفالي، أناظر وجه أطفالي لأخبرهم عن المنفى وعن أشباح كربتنا تزور اليوم خيمتنا. سأخبر طفلتي حلفا عن الظلام إذ باعوا، وعن غدر بخلف التل يحاربي جيش أعدائي. سأخبر طفلتي حلفا عن الظلام إذ باعوا، وعن غدر بخلف التل يحاربي جيش أعدائي. سأخبر طفلتي يافا عن الأعراب إذ غابوا، وما حضروا إذا حضروا وأعلوا شأن جلادي. سأخبر طفلتي عكا، رماح الغد تقتلني وتنهشني كأخوتي يوسف الحالي. زهاق الحي يشتاق لعودتنا لدفقة لهفة المنسي في الغربة، وينتظر دموع الزيت في الصحن وبعض النار والحنطة لأنثر فوقها الزعتر، وينتظر شياه الحقل في الوادي تسائلني عن الراعي يغيب اليوم في الرمس ليحصي خلف سور القدس ترتيلا ولا أنقى ولا أطهر. زوايا بيت تبكيني وعقد الدار في وطني يناجيني ويشتو طوبه حتى ضمنت الصف يهديني. وخير الجار قرب الدار خلف الأرز والزيتون والرمان واللموز يمد سرجه نحوي ليرمقني بطرف الوجه من سبع إلى صفدي. ففي المنفى تغيب الشمس من شرق وفي المنفى تغص اللقمة الأولى بلا عودة، وفي المنفى نعلقها كرامتنا ككبش العيد إذ نصلخ، وفي المنفى ترى الرمان والعربان، ترى الأحلام والإنسان والأوطان إذ تعلى، ترى الأبواب والأفكار والأفواه إذ تغلى، وفي المنفى ترى خيوط الخيمة الملقاة تزيد الحزن والآهات والعبرة لتروي قصة المحروم والجاني. ففي المنفى أوطان تفرقنا، وفي المنفى تغيب توحدنا، وفي المنفى تباع الغزوة الكبرى فلا كر ولا فر، تباع الغزوة الكبرى فلا كر. اليهود حمقى لأنهم احتلوا شعبا لا يكل ولا يمل. قصيدتي كل منى. أيا موطنا فيه كل المنى، أيا موطنا فيه كل المنى، فأمسيت ثوب العلا ترتدي، وجاوزت بالعسهاد السما وضاوت فخرا إلى السكوت. بلادي جمال ترد الدجى سناب القمح وكل غدي، تروم عيوني لورد الربا وظل الفيافي فذا مولدي. بلادي تنادي فكف الخنا وكف العويل فمن منجدي، زمان يعاب بنا على طلل موحش أجلدي. تسير العروبة حيث هوت وتعلم أن الوغى موعدي، بسبعين عاماً أقض العدا وأسحق بالحق من يعتدي. سأنزع من شقتي ذلتي وأبني العليل وذا مقصدي، ومن رام موتي فتبل له ولن يسقط رايتي من يدي. شقائق نعمان يتورد وجه البراري بحضورها، وحين تفرش السهول سرعان ما نتذكر أبيات شاعر الجرح الفلسطيني محمود درويش. نزف الحبيب شقائق النعمان، يا شعب كنعان احتفل بربيع أرضك واشتعل كزهورها، يا شعب كنعان المجرد من سلاحك واكتمل. أما الآن فالكلام شعرا لشاعر موهوب حاصل على شهادة البكالوريوس باقتصاد الدولي من جامعة البلقاء التطبيقية ودبلوم في إدارة الدعم اللوجستي، صب أحاسيسه ومشاعره في حبر قلمه، كتب بالحب وكتب للوطن مع الشاعر لؤي شديفارد.
مساءكم خير وبهجة. سبقتني الأستاذة ردينا فقالت أن هذا اليوم يوم للتضامن، وأنا أقول التضامن للغرباء والتلاحم مع الأقرباء. نحن شعب واحد يفصلنا نهر هو نهر الحب، نهر الأردن، هذا النهر العظيم، ولكن لن يفصلنا أبدا الدم ولا تفصلنا القضية. أقول للقدس: ألا يا قدس، ولي في القدس شريان ونزف، ودمع في المآقي لا يجف، ولي روح وقد طلبت هواها لها الشهداء في عرس تزف لها في كل جارحة حنان، وهذا الشوق يوما لا يكف. فعذرا يا تراب القدس عذرا، إذا ما خانني في الشعر حرف، إذا صمت الكلام وكل قول، إذا ما مات في الألحان عزف، إذا ما جئت مثل الطير حرا وروحي بات تحملها الأكف. أنا يا قدس حين يضيع ظلي أراني تحت شمسك حين أغفو، أنا الفجر الجديد بكل روح، أنا نور، أنا للصبح طيف، وأراني في مآذنك كصوت توضأه الأذان العذب يصفو. أنا الأدراس تصرخ بالحنايا على غصن الكنائس إذ يرف. سنرجع يا تراب القدس حتما يوحدنا ليوم الفتح صف. سألني صغيري يوما بما يقاس حب الوطن، فقلت له بقدر ما نعطيه وليس بقدر ما يعطينا. إلى من حملوا حقائبهم لاجئين وحملوا الوطن في قلوبهم أقول: يا سيدي، ليست حقائبا، طال انتظار دفاتر الماضي وجرائد مرت على الذكرى، تاريخنا المحفور فوقهما وهزائما لن تعرف النصر. أنا بانتظار المعطف الشتوي، والعين حين تساقط المطر، وملابسي من عتقها بليت، وملابسي من عشقها بليت، وتمزقت من عتقها فقرا، وإذا بها أضحت ملامحنا كالليل حين يغادر القمر. يا سيدي، ماتت ضمائرنا، هلا وجدت لأينا قبرا؟ أنا بانتظار ظلال ريشتنا، وتظل ترسم داخلي صورا، وحدود أوطاني مقسمة مثل الرغيف تناثرت كسرا، وجوازنا لغة ممزقة كالشعر ظن جنونه شعرا. يا سيدي، ليست حقائبنا، طال انتظار حقيبة أخرى، قد كان فيها قارب ورق، ما كنت أدرك النبي بحرا، وبقية لعب ممزقة وشواطئ تاهت بنا سرا، إيماني المخنوق داخلها، إذ كنت أكبر عمرها عشرا، ودقائقي فيها وخارطتي كم ضاع مني فيهما عمرا. يا سيدي، ليست حقائبنا، فحقيبتي قد أرهقت سفرا.
قصيدتي الأخيرة إهداء إلى الطفل الفلسطيني الذي اعتقل بعمر 15 عاماً وكان يقول: لا تعتقلني اليوم، لا تعتقلني اليوم ولترجع غدا، فمعلمي بالدرس ينظر عودتي ولدي مع صحبي وعمري موعدا. لا تعتقلني اليوم ولترجع غدا، فأنا هنا والأرض هذه موطني، أنت الغريب فلا تسل عن بلدتي وحجارتي وعن الندى، أنا من رميت حجارتي بوجوهكم فقتلتكم وأخذتكم والصدر عار والجوى متمردا، فتجردوا من خوفكم وسلاحكم فأنا هنا متمردا. لا تعتقلني اليوم ولترجع غدا، وإليك أمي قبلة أرجوك لا تبكي، فإن طفولتي ورجولتي تأبى بأن تلقى عيونك والردى. قولي لهم، قولي لهم أني تركت طفولتي وحلفت، وحلفت أن ألقيها في وجه العدا. قولي لهم أني سأبقى واقفا وغدا سأبدو قائدا، عذرا أبي، عذرا أبي ومعلمي، عذركم لكم يا إخوتي. قولوا لهم، قولوا لهم أن الهمام استشهد، أن الهمام استشهد. يقال خبز الوطن خير من كعك الغربة، فما عساه يخبرنا شاعر مرهب الحس عائد إلى الوطن منذ شهرين فقط بعد غربة زادت عن 33 عاما. الوطن زمن يبدأ يوم ميلادنا، والنحلة لا تصنع العسل للغزاة. شاعرنا يكتب قصائد التفعيلة وقصائد النثر، حاصل على بكالوريوس هندسة من الوطن من الأردن وماجستير إدارة أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، له كتب منشورة نقطة في فراغ وفي المشهد الذي لا تراه، وننتظر المزيد مع الشاعر محمد مصقار مطلوب. شكراً أستاذ عنان على تقديم اللطيف، شكراً أستاذ فادي على منحي شرف الاعتلاء هذا المنبر العالي. أشكرك على منحي شرف اعتلاء هذا المنبر العالي ومشاركة الشعراء الراضي والحديث أمام عطوفة الدكتور. أتشرف المكتب الوطني وأمام هذه القامات العالية، أشكركم جميعاً. نامت، نامت على أبواب حلقي. هيك أحسن. ما فتوغط. نامت، نامت على أبواب حلقي وتيممت بغبارها رئتي، وتناثرت جثث القرنفل حول روحي، فاختنقت وأطفأت أنوارها في المدينة حين بابتني صهيلك. أنا لا أجيد سباحة ورماية وركوب خيل في العراء، فبأي ركن في بناء ساقط تستنجدين، وبأي قبر تسهلين؟ أنا الذي فقد الملامح تحت طائلة التمدن والتحضر والسلام، وأنا الذي نسي الحكاية والبناء
الصليب وأراك ما بين احتراء ملامحي وغرابة الشطآن حولك جدولا جاءت نهايته فجمدا ليبحث عن مصب في الرمال أو الحقيقة. أنا ما تعلمت السباحة كي أقود النهر من واد إلى واد وأزرعه على طرف المصب، ولا تعلمت الرماية كي أقود الشمس من أرض إلى أرض وأزرعها انتقاما في عيون الليل. فأنا الغبار الطلق في هذا الفضاء، أريد أن ألهو بعيدا عن سنابل قمحك المطلي بالنسيان والمخلوط بالشوق المعتق. الليل ينهيه النعاس على نوافذك القديمة الصباح. الله. الليل ينهيه النعاس على نوافذك القديمة للصباح، والعمر يحرق خبزك المنسي في الطابور للطابور، وأنا على باب الهوى مثل الهواء لا تصحني حتى تقوم قيامتي ويقوم في المستحيل. أنا لا أريد سوى القليل من الطريق لكي أصلني، تائه في الأرض أحمل صورتي، لا أعرف العنوان لكني أعود لحضن أمي كلما تاه الطريق. سأعرف القبر الجميل إذا وصلت المقبرة، سيكون فوق القبر كوب من عصير بارد وشطيرة من جبنة أو زعتر، فهي التي تدري بأني سوف أرجع جائعا من غربتي. ستكون قمصاني مرتبة كما دوما مع الربطات وفق تدرج الألوان عالقة على الشاهد، فهي التي قد علمتني أن أرتب مظهري، أن أنتقي اللون المناسب للجدار أو الطبيعة كي أخفف وحدتي، أن لا أدخن داخل البيت النظيف، وأن أنام بموعدي خوفاً على الأحلام من قيد النعاس أو الأرق. سيكون عند القبر نور، فهي تعلم أنني قد عشت عمري خائفاً من موتها والعتمة. لا أعرف العنوان، لكني سأعرف بيتنا المهزوم في حرب الرطوبة والسنين إذا وصلت لحارتي. سيكون فوق السطح أعشاش لأفراخ ستعرفني لأني كنت أطعمها خلال جلوس جارتنا على شباكها العالي. ستكون عند الباب آثار الودائع وقبلة ظلت معلقة لأني لم أكن أدري بموت الجدة المحزونة العينين حين وصلت. سيكون بعض الزعتر البري منشورا على الشرفة، وحبل التين والمشمش على الشباك، وصورة والدي بشريطها أسود معلقة على الحائط. سأعرف بيتنا من نكهة البن المحمص في الصباح،
وسوف أعرف أن جدي عندنا من رنة المهباش أو من شدة السعادة. أنا لا أريد سوى القليل من الطريق لكي يصلني. لا أعرف العنوان، لكني عرفت بأنني سأظل في التوهان شيئا من تراب. ظل يبحث لاهثا فوق التراب ولم يجد إلا التراب عشيرة كالطين يفقد ماءه بعد المشيب وينحني لجفافه، فيصير ذرات تسابق بعضها للانضمام إلى تراب المقبرة. ونحن نتحدث عن مؤازرة الشعب الفلسطيني، أنا أحيي عمان لأن عمان رديف قدس وشقيقة، ولأنني مشتاق لعمان بعد غربة زادت عن ربما 35 عاما. صباح الخير للشارع، لأرصفة بلا مأوى تنام طريدة في الليل في الشارع، لنور يعشق الشجرة فيثقبها ويسقط ظلها نثرا على الشارع، لعشق فراشة الليل التي حامت تفتش عن سراج في عمود النور يعشقها ويقتلها، لتسقط جثة علما على الشارع شهيدة عشقها المجنون، كالأوراق يسقطها اشتهاء الأرض للقبل الخريفية. صباح الخير للشارع، لموسيقى تبيع الغاز في الحارة، لوصف الباب صباح الخير للشارع، لموسيقى تبيع الغاز في الحارة، لوصف البائع الآخر للون الدين والتفاح، لوجه صبية خجلة تحب الفجر والدنيا وترسم في دفاترها ملامح حبها الأول. صباح الخير للشارع، لمدرسة التي هرمت بموت معلم التاريخ وانكسرت من الخذلان في الحرب. صباح الخير للشارع، صباح الخير للشارع، لبائعة ترش النعنع البلدي بالنعان والماء، لخباز يبالغ في أناقته لأجل الجارة الحلوة وينسى خبزه الأسمر في قلب النار لو مرت فيحترق، ولامرأة تقول لزوجها سرا على بوابة المنزل بأن البرد يذبحها قبيل خروجه للبحث عن عمل إضافي، لأم تطعم العصفور خبزا زاد من أمس. صباح الخير للأوجاع تسحبني إلى الشارع، أخبئ فيه آهاتي ويكتمها فلا يدري بها أحد سوى الشارع، وأترك خطوتي فيه بخفة ساحر بائع فلا أثر ولا بصمة، لكي أنسى طريق العودة الأولى، لأني كلما ضعت أروح لشارع آخر وأبدأ رحلة أخرى لأنساني وأنسى كل أوجاعي. صباح الخير للنسيان والشارع. الفجر من ليلي هذا الشعب ينبثق، ملء البلاد بنصر الله ينطلق، شاعر مبدع من الكرك
يكتب الشاعر العمودي والحر حاصل على التراث الفخرية من جمعية نجد الدولية للأدب، يكتب في صحيفة سواليك وصحيفة دارك نيوز، وله ديوان تحت الطبع. نتمنى له كل التوفيق مع الشاعر محمد علي فرج. مساء الخير للجميع. شكرا جزيلا للدكتور نضال عياصر على هذه الاستضافه. شكرا جزيلا للدكتور الاستاذ نضال عياصر على هذه الاستضافه الرائعه، والاستاذ فادي شاهين طبعا مدير هذا المهرجان الجميل، وهذه الامسيه والامسيات السابقه التي من فكت تذكر فلسطين وأهل فلسطين والأردن وكل من يسعى إلى الخير والسلام. طبعاً أنا في تحفظ على مسألة التضامن مع فلسطين. نحن لسنا بأمريكا الشمالية ولا في أوروبا، نحن في الأردن، نحن وفلسطين جزء واحد، نحن والقدس جسد واحد. نحن إن تنتصر القدس انتصرنا، وإن تنهزم القدس انهزمنا، وإن تجوع القدس جوعنا، وإن تنتصر بإذن الله القدس وستنتصر، سننتصر معها. الترحيب طبعاً في الجميع، كل بمقامه واسمه محض الألقاب، وأنتم أصدقاء، وأقول كالشمس كالماس النقي أضاءه، وأنتم الله أضاءه. كالشمس كالماس النقي أضاءه وتقمصوا وهج الحروف وجاءه. كالشمس كالماس النقي أضاءه وتقمصوا وهج الحروف وجاءه. سالوا من اللاماء صاروا جدولا، سالوا من اللاماء صاروا جدولا، نادتهم الأسماء والأشياء، للقلب أبواب ستفتح دونهم، للقلب أبواب ستفتح دونهم، وستسقط الأطفال والأنواء. من لست أتركهم وقد عبروا هنا، من لست أتركهم وقد عبروا هنا بنقائهم تتفاخر الأسماء، فهم الذين تقاطرت أقلامهم عطرا وهم من عطرها أجزاء. وأنتم طبعا هاي الكلمات كتبتها والله وأنا جاي من كرك، ومستفاد هذا بيعرف إني أنا جيت من كرك مباشرة هنا. أقول همسات حنين في رئتي، همسات حنين في رئتي تتوضأ من تسبيح يدي، همسات حنين في رئتي تتوضأ من تسبيح يدي، والروح ومرايا ذاكرة تغفو والروح يموجها زبدي. همسات حنين في رئتي تتوضأ من تسبيح يدي، ومرايا ذاكرة تغفو والروح يموجها زبدي. وزليخ الشعر تراودني، وزليخ الشعر تراودني، وصبي يأبى في كبدي، وزليخ الشعر تراودني، وصبي يأبى في كبدي، وجدار الرأس له شفة والحمرة قافية الرمد، شاهين الشاعر يدعوني وسنشرب من ماء الورد، شاهين الشاعر يدعوني وسنشرب من ماء الورد، حتما سألبي يا فادي دينا للشعر كما عهدي، حتما سألبي يا فادي دينا للشعر كما عهدي. طريق إلى القدس. بنو الرسول أتوا عشقاً مدينته، العجيبين طبعاً. بنو الرسول أتوا عشقاً مدينتهم، أمامهم قبلة تهتز إسرار، وعندما جفف الأعراب ماءهم، وعندما جفف الأعراب ماءهم، ماء الرسالات فيهم ظل مدرارا، وعندما جفف الأعراب ماءهم، ماء الرسالات فيهم ظل مدرارا. تاريخ عمون في عمان يجمعهم، أهل الحضارات صاروا اليوم أنهارا. لم يقطعوا شجرا فالأرض تزرعهم، لم يقطعوا شجرا فالأرض تزرعهم، لكنهم قطعوا للشر أشجار. لم يقطعوا شجرا فالأرض تزرعهم، لكنهم قطعوا للشر أشجارا. لم يكتموا سرا للحب يتبعهم، لم يكتموا سرا للحب يتبعهم، لكنهم كتموا للشوق أسرارا. لكنهم كتموا للشوق أسرارا، لذاك
لذاك هم أسسوا للنصر بارقة، لذاك هم أسسوا للنصر بارقة، ولم يكونوا بحق القدس أشرارا، وصلوا إلى كرك الأمجاد واحتضنوا جيلا بقلعتها للحق أحرارا، تعمدوا بمسيح الحق مذ ولدوا، تعمدوا بمسيح الحق مذ ولدوا، وطالما أحرموا في البيت أطهارا، تعمدوا بمسيح الحق مذ ولدوا، وطالما أحرموا بالبيت أطهارا، وصادقوا الشعر في كل البحور كما يصادق السهر العينين إجمارا، وصادقوا الشعر في كل البحور كما يصادق السهر العينين إجمارا، قالوا للاجئهم والطيب ديدنهم الدار داركم والحرب تكرارا، وناصروه كثيرا في ملاحمهم تلك الكرامة للتاريخ إعصارا، وأحرقوا هدف المستوطنين هنا هم وحدوا الوطن القديس آمين. وفي حق الأخوة في جنين والذين أصبح لهم كتائب ما شاء الله الآن في طريق النصر، يقول فدائيون هناك جنين ملهمة الجهاد، هناك جنين ملهمة الجهاد، وحوراء تعود إلى البلاد تمر بها الليالي غامضات، غموض الواقفين على الحياد، فدائيون تسكبهم بلاد وتجمعهم أهازيج الحصاد، فدائيون تسكبهم بلاد وتجمعهم أهازيج الحصاد، فأمهم جنين لا تغيب كشاهدة على جور الأعادي، وهم أبناؤها كانوا صغارا فعاشوها عنادا في نادي، ويقترفون أجمل ما لديهم من الفرح المهدد بالنفاد، فدائيون مذ ولدوا وشبوا كأوردة على قلب الجهاد. وهذه بما أن القدس أخت الكرك وأخت الكرك التوأم، فهاي القصيدة الحقيقة أنا قرأتها في الكرك في أحد الأمسيات. أقول الليلة يستقبلني، طبعاً الشعر حرة، الليلة يستقبلني الكركيون، الليلة يستقبلني أهلي، الليلة يستقبلني الكركيون، الليلة يستقبلني أهلي، شعر يخرج من قلب الثوار، امرأة تفتح باب القلعة، من عتبات الجيل الصامت والأحرار، حراس اللغة صلاح الدين، ذلك يسحر جلد الشاب وهذا يسكب فوق اللبن الماء، الليلة يستقبلني أهلي، أرواح جدودي تخرج من أطراف اللجون، وأبي عاطف وأبي علياء أيضا كل أحياء، تتقمص أجساد الأطفال تنفخ في رئة الظلمات وتضرب وتضرب بالساعد عبر ذراع المظلومين هناك. الليلة يستقبلني أهلي، أهدوني مسبحة من أسنان الموتى، إبريقا جمجمة، مصلاة من جلد الأغنام، رمزا يلمع بين الوسطى والإبهام، مصلاة من جلد الأغنام، رمزا يلمع بين الوسطى والإبهام، لغة تطلع مثل الرمي من جسد الأرض وعبر سماء الجرح، عبر حروف المسحوقين وهوامش كل الأحلام. في النهاية طبعا في القصيدة المهداة لأمهات الشهداء، لأن كنا شهداء مش بس أنا، بأما أنه الشهادة الحقيقة تغيرت في فلسطين. كانت أم الشهيد عندما تخرج تبكي وكأنها مكسورة وكأنها مظلومة وكذا، الآن أم الشهيد تخرج تزرد وتشيع ابنها بكل فخر وبكل اعتزاز، وهذا ما نريده، وهذا هذا هو الحق. سلطان أم إبراهيم النابلسي، لا دمعة من دموع الحزن تصطنع، لا دمعة من دموع الحزن تصطنع، حرفان في صمتها والثالث الوراء، لا دمعة من دموع الحزن تصطنع، حرفان في صمتها والثالث الوراء، مختومتان بتسفيح وتزكية إلى سما ربها الكفان ترتفع، فطفلها الغضل بالجنات منزله، تحيطه الحور والأنهار والمتع، وقلبها العود في أوتار شحقته يدندن الشوق كيما تسقط الدمع، وقلبها العود في أوتار شحقته يدندن الشوق كيما تسقط الدمع، يهتز للوضع المحتل خافقها كما يحرك همس الغافل السمع، وتكتم الجرحى في أعماق عزتها، إذ كلما ارتفع التكبير ترتفع تزين بالورع الروحي جبهتها، كما يزين حسن الخلق مجتمع، مكتومة وهي للآلام كاتمة، مكتومة وهي للآلام كاتمة، تفيض بالحزن لا يقتالها الفزع، دانت لها الجنة الكبرى فكيف لها ترك الجنان، وحب الله يتسع، والعابرون إلى الجنات لم يقفوا
حيث الشهادة للأبطال تجتمع وحليفها النصر، يا للنصر في لغة حروفها الصبر والإيمان والبكاء. الحب هو الرحيل وأن تصل المعاناة داخل البلد حقيقة ما العلاقة بالمسلمين. حان الرحيل عن الأوطان فاكتشف، حان الرحيل عن الأوطان فاكتشف شغف الحكاية ما أقساه من شغف، حان الرحيل عن الأوطان فاكتشف شغف الحكاية ما أقساه من شغفي. هل كنت في الحي إلا عاشقا ورعا، عيناي مخلوعة الإبصار للأسف، هل كنت في الحي إلا عاشقا ورعا، عيناي مخلوعة الإبصار للأسف، لا نخلة في الرؤى جذبت نواقلها إلا وأسقيتها دمعا من السعف، حتى جريت بدم القلب ساحرة من منبع الخوف أو من منبع الترف. هنا سكت عن المعنى أفسره، هنا سكت عن المعنى أفسره، كأنني خبر ضجت به صحفي منذ احترفت حريق المضغة امرأة، منذ احترفت حريق المضغة امرأة، بصمت بالعشرة الرعناء والكتف كم وردة في رؤى الأشجار مقتطفت، لم تعترف بيد الفنان والخزفي. أنا الأسير بسجن ذات ذاكرتي مجبولة برع الأقلام والصحفي، أنا المهاجر في حاراته أبدا من غير سكرة الأوطان، كيف يفي أظافري كلما اشتدت تمزقني، أظافري كلما اشتدت تمزقني من إصبع الوعي جرحا غير مقترفي، من إصبع الوعي جرحا غير مقترفي. في نهاية هذه الفعالية الجميلة أكرر امتناني الكبير للدكتور نضال العياصرة ولكل العمل الدؤوب والجهد المستمر في هذا الصرح الذي نراه بأم أعيننا. شكري أيضا الذي يليق بكل من ساهم تنظيما ومشاركة وحضورا في هذه الفعالية. نبدأ بتكريم المشاركين، وتفضلي فنانة تشكيلية هيا خروق. صح؟ تفضل دكتور نضال، أستاذ أشرف. بس هو في مجال عشان نقدر عشان نحطوا الشعر عشان يطلع الصوت. أول شيء تقديم الأستاذ صوتك الدكتور نضال العياصرة. أنا الشاعر محمد الفراغ. أستاذ محمد الفراغ. الشاعر محمد الخضور. الحبيب الله عزلام.
أنا مع الفنانين التشكيليين دكتورة سناء العباس. فنانة متسرقات. فنانة نادية أبو عون. عمك خالد. فنانة رينات الشريف. أستاذ رينات. الفنانة ريما كنعان.